نسبة رجوع العملاء، لا معلش، الريتنشن ورجوع العملاء ملوش دعوة بالسعر، لأن أنت ممكن حضرتك ترفع السعر تلاقي مفيش رجوع عملاء، ده ممكن تلاقي العملاء يقلوا جدا. ما هو البرايسنج سنسيتيف جدا. لو وأنا كنت عامل هدية مجانية وبمناسبة ال 100,000 سبسكرايبر، وعلى فكرة يعني رغم إنها في ساعات أنا بقعد أضحك على نفسي يعني حاجة تبدو تافهة، بس الحقيقه دي على المستوى الشخصي فرقت معايا قوي. ما اعرفش ليه، ما فرقتش معايا في فلوس خالص، بس حسيت ان في مايل ستون مهم انا عديته، ما كنتش متخيل ان انا هلحق. يعني انا اول ما عملت القناه دي كانت بتزيد مثلا ايه 50 واحد في الشهر، 30 واحد في الشهر، قلت بقى ده خلاص بقى دي ايه، انسى القصه دي. فعلا بالمناسبه دي، فانا قلت للناس يا جماعه في كورس تسعير انا شارح فيه الحته دي، الطلب العرض والطلب متاثر بالسعر. فانت لو انت مش عامل براندنج وبوزيشننج كويس، يعني صوره ذهنيه تخلي الناس تتقبل السعر العالي، لو جيت عليته في خطوره، ممكن تكون شريحتك فرحانه بيك انك سعرك اقتصادي. انا ما اعرفش طبعا تفاصيل تسعيرك عامل ايه، لكن انا في كتير ناس، انا لسه في من اسبوعين كده واحد يعني بياخد رايي في البيزنس بتاعه في مشكله عنده، او يعني المهم خلاصه الموقف، انا نصحته يضرب اسعاره في 2. فهو لقيته ايه بيكلمني وبيقول لي حضرتك ده انا سالت كل الناس قالوا لي خطر جدا اللي انت هتعمله ده، هتضرب اسعارك في 2، ده كده محدش هيشتري. قلت له يا عمي لا، ما انت مش هتضرب اسعارك في 2 بس، انا قلت لك اعمل حاجات شويه حاجات مع بعض، تضرب اسعارك في 2 وتزود بروموشن. السيلز فانل هي عباره عن ايه، قمع كده بتدخل ناس كتير، فانت الناس السيجمنت بتاعتك اللي هتدخل هتلاقيهم من وسط الناس كتير، جيب ناس كتير وان شاء الله تبيع لي 3-4%. فالمهم ايه، قال لي طيب هعمل كده. وبعدين كلمني بعد 3 ايام قال لي ما بعناش خالص، اعمل ايه؟ قلت له بتعمل اعلانات بكام على السوشيال ميديا؟ قال لي بسين. قلت له اعملهم ب3 سين. قال لي يا دكتور انت حرك ناوي بقى تخلص علينا؟ قلت له لا، انا اصل بقول لك اعمل، بس اعمل وبعدين لاخر الشهر يا سيدي نقيم على اخر ديسمبر، انا لسه ديسمبر اهو ما خلصش. لقيته بيكلمني بعدها ب4-5 ايام قال لي كده ده تمام جدا، جم زباين اكتر من ما كنا بنبيع بالسعر القليل. الماركتنج والله بيشتغل يا جماعه، الماركتنج ممتع جدا ان انت بتلاقيه بيشتغل. مفيش حاجه اسمها ايه ان سعر بس، وان انا منافسه واعمل ايه والسعر طحن، سيب الناس تطحن خالص. عارفين اصلا السعر قبل ما انا بقول له اضرب في 2 كان في منافسين بيبيعوا بربعه، بس هي سيرفيس يعني فيها رينج، في حاجات فيها رينج كده، زي ما انا مثلا في انا بدي كورس تسويق مثلا ب6,000 جنيه، في ناس بيعملوا ب500 جنيه عادي، مفيش حاجه اسمها اي 6000 جنيه مش هبيع، لا طب انا هعمله ب10 اخر السنه، ده سر بس ما تقولوش لحد، يعني انا هقعد ارفعه لان هقلل الشغل بتاعي. طيب ما انا كده الناس خلي الشباب برضو يشتغلوا، ده كويس ده جميل، وانا بنسحب بالتدريج وعايز انقل اوف لاين، دي استراتيجي ودي البلان بتاعتي ل 2020، عايز انقل اونلاين عشان بقى الوقفه بدل ما انا اللي بكسبه بصرفه على البروفين، ما تخلينا في البيت وخلاص وبوصل لكم اهو باشكال ظريف. فيعني ما فيش حاجه اسمها ايه الهامش، اعمل براندنج واعمل بروموشن مظبوط، وطبعا وتشيك بقى لو عايز تزود تعمل شويه حاجات كده مع بعضها اللي هي البرسيفد كواليتي، وسعر غالي عادي جدا برضه. يعني كان معايا استاذ في القصر العيني عمل تجربه، رفع كشفه من 450 ل 900 جنيه، شغال بوكت فولي بوكت، يعني ايه اليوم بتاعه بياخد عدد معين من العيانين، كل يوم بيروح العياده بياخد العدد الاقصى من العيانين. طبيعي الاخ حسين من اكتر الكورسات اللي اعتقد انها كانت سبب في اهتمام الناس بفيديوهات حضرتك في 3 في 1، ربنا يكرمك، مع اني مش فاهم قوي التعليق يعني، بس هو يعني انت شكلك عايز تقول ان في حاجه كويسه انا بعملها وانا اشكرك. استاذنا افضل الكتب عن البيزنس، لا البيزنس يا اخ صدام ما فيش كتب عن البيزنس، والا هتلاقي كتب هو شويه، يعني انا بحب دايما اخد الحاجات من مصادرها، ده هو حرك الايه، يعني هتلاقي في كتب في الماركتنج، كتب في الاوبريشنز، كتب في الفاينانس اللي هو التسويق والتشغيل والاداره الماليه، والامور وصلت كمان دلوقتي ايه ان بقى في الماركتنج مثلا تي كتاب بيكلمك عن مثلا ادفرتايزنج اعلان، كتاب بيكلمك عن البروموشن، في كتب للبيرسونال سيلينج اللي هو جزء من الماركتنج، كتب سيلز مانجمنت، فكتاب يبقى فيه البيزنس كله على بعضه ما فيش، كل حاجه من دول فيها كتب وكتب شهيره. وان شاء الله برضو انا نفسي اكلمكم عن القصه دي، اي اللي بيسال على الكتب ممكن ابقى اسرقهم لك واحطهم روابط من مواقع قرصنه، بس لو سمحت ما تسرقش الكورسات بتاعتي، يعني ما تسرق لي يعني كويس، قرصن الخواجات معهم فلوس، ما تقرصنيش الكورسات بتاعتي لو سمحت، ما دام انت قرصان كده من اللي هم اللي بيجوبوا البحار. لازم نلحق كورس وحركة ونشوف. ربنا يبارك فيك يا اخي ماهر، والله تدي اوف لاين حقيقي، هي متعة الفيس تو فيس لا يدانيها متعة، انا بالنسبة لي برضو يعني الكورس اللي هو تفاعل مع الناس وكده،
هو صحيح في مجهود بس يعني ممتع، انا باخر ان انا اخرج تماما، بس هي سنة الحياة. لو حد هيشغل فلوسه معايا الاخر ده دابس، وانا هفتح بيهم محل وهو الممول الوحيد، كيفية تحديد نسبته مع انه ليس له علاقة بالادارة، وهياخد نسبته كل سنة فقط. طبعا هو برضو في شوية اعراف في الحتة دي، ومفيش قاعدة ثابتة. يعني ممكن انت حضرتك لو هتشارك واحد ممكن يبقى النص بالاداره، نص اداره ونص تمويل، ممكن جد. طيب افرض بقى لا ده التمويل كبير واحتياجنا للتمويل مهم وكذا، والموضوع ما هوش فنيات قوي، فممكن يبقى 60 40، ممكن يبقى 70 30. يعني ما هيش ثوابت، ما هيش ثابته ان هو الصح كذا. لا انا بقول لك امسك حسابات، القوائم الماليه ما لهاش طريقه ثانيه، دي لازم تتعمل بالشكل الفلاني، غير كده غلط. لكن النسب والاتفاق ما بين الشركاء، ما في مجال كبير قوي ان تبقى كل كيس مختلف. يسري دعبس بدأ يبيع بقى، لو يسري دعبس مش انت اللي كنت قرصان البر والبحر من شويه، قال لك الكتاب على امازون هبيعه ب 50 جنيه، فرصه برضه نوع من انواع الترويج. تيتو ميلان استراتيجيه التسعير برضه، انا قايلها في التسعير ان هي ال 99 دي، اللي هو ال 99 غير 100. طبعا دي نفسيا بتفرق جدا مع اللي بياخدوا قرار شراء، لما يكون 99 جنيه غير 100 جنيه، واحد في خانة المياد غير 99 في بيع الريتيل بالذات القطاعي. ايه رأي حضرتك في ماجستير الجامعة الماليزية؟ هي الجامعة الماليزية فتحت في مصر؟ انا ما اسمعش عن قصة الجامعة الماليزية دي، ولا في شركة بتاخد أو عاملة افيليشن معاها، مش عارف. الاخ محمد بدري بيسأل ايه رأيك في ماجستير الجامعة الماليزية؟ انا بصراحة اول مرة اسمع ان في حاجة اسمها جامعة ماليزية. انا اعرف من فترة كده ان في جامعة صينية، بس ما اظنش بيدوا ام بي اي. الاخ اسلام حزين، حضرتك مش بترد على سؤالي ليه يا دكتور؟ عايز مصدر معلومات عن السوق المصري لعمل دراسه. طيب انا اول مره اشوف السؤال طبعا، بس اقول لك من ضمن المصادر المعلومات المهمه الحقيقه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. بتروح حضرتك بتعمل بتدفع رسوم وبيدوك احصائيات. وقريب انا سمعت ان هم عملوا نظام جميل، وحد من اللي بيدرس معايا عاملين اشتراك وعاملين ويب سايت، يعني تدفع اشتراك تقريبا 6 شهور حاجه بتاع 500 جنيه او 600 جنيه، وبتدخل يدوك حجم معلومات كبيره جدا، لان طبعا الجهاز المركزي التعبئه والاحصاء هو مفتوح على كميه داتا من مثلا الجمارك وزاره الماليه، يعني تيجي تقول لهم مثلا ايه حجم استيراد كذا من الدول الفلانيه، ده هيديك مؤشر كبير جدا عن حجم السوق. طب تيجي تقول لي المنتجات المحليه، ما هو مفيش منتج محلي ملوش مكون مستورد. يعني انت تيجي تقول لي مثلا، يعني لو انت جبت حجم تجاره عايز تعرف حجم سوق الموبيليا، انت لو جبت حجم استيراد الاخشاب، القشره، الدهانات، الاكسسوارات، كل ده بيديك فكره عن حجم السوق. هو المطبخ بيتعمل او الموبيليا ممكن تتعمل افورش ودمياط عادي. دي من المصادر المهمه جدا في نقطه التجاره والصناعه تبع وزاره نقطه التجاره. في مواقع على الانترنت، في تقريبا موقع اسمه تريد ماب بيديك معلومات عن اسواق في العالم كله من ضمنها مصر. على فكرة موضوع المعلومات هي في صعوبة صحيح في مصر شوية، بس مفيش فيه، يعني ما تجيش تقول لي ده انا مش عارف اجيب معلومات والبلد ما فيهاش معلومات. لا، في تحديات انك تجيب المعلومات، لازم بس لازم تجيبها. وبعدين حسب بقى انت كمان اي سوق. يعني افرض مثلا حضرتك شغال مثلا في مجال ليه علاقة بالمحاسبين، ممكن النقابة تجيب منهم عدد المحاسبين، وممكن التخصصات. شغال في مجال ليه علاقة بالأطباء، تروح مثلا في التخصص بتاعك تروح الجمعية المصرية لأمراض القلب، نقابة الأطباء تقول لهم أنا عايز. وفي حاجات بيدوها رسمي بإيه؟ برسوم. يعني مالناش دعوة، مش بنتكلم على الغير رسمي إن واحد يطلع لك البيانات كده. في مصادر كتير للمعلومات، بس المهم أنت تحاول تشوف مين هتعرف تجيب منه ايه. هل يمكن ادارة الشركة عن بعد تماما باستخدام التقنيات الحديثة والانترنت، ولا لازم التواجد الفعلي ومقابلة الفريق بالنسبة لسقف الطموح؟ بص، لو انت شغلك تكراري وعملت سيستم تكراري، اوبريشنز تكرارية، والموظفين عندك حافظوا السيستم، وعامل انفورميشن سيستم يسمح لك انك تمونيتور من بعيد، تمام. ممكن انت كمدير ما تبقاش موجود في الفرع، بس تقعد تمونيتور الارقام، ويبقى مثلا كل فرع ليه مدير. يعني انت متخيل مثلا رئيس مجلس اداره ماكدونالدز ده اللي بيتابع 40,000 فرع، يعني عامل ايه؟ عامل هيكل وفي ناس في كل فرع بتشرف على الموظفين اللي موجودين. لو ما فيش مديرين فروع، لا طبعا مشكله، عشان كده المديرين فيه بيبقوا مهمين وفارقين. بس بتفرق نوعيه الشغل، شغل تكراري لكن افرض بقى الموضوع مثلا الشغل معتمد على كرياتيفيتي وسكيلز تكنيكال وحاجات بتاعه
الاونر او المانجر وهو انفولفد. لا ما ينفعش ما ينفعش. والذكاء الصناعي ما وصلش لحد دلوقتي ان هو حتى يقعد يحل المشاكل اللي هي بقى مثلا مش بيتعامل مع عملاء ولا بيبيع، لا تقعد تدخل له بيانات كده، بيانات تقول له طب اديني بقى قرارات. مش سهله الاداره، لان الاداره تعقيدها مستواه مختلف ومرتفع جدا، وفي حاجات كمان ليها علاقه بالاكسبيرينس والالهام، الانتويشن، ارتفيشال انتليجنس، يعني ده جزء شويه ايموشنال. يقول لك هو ايه، انا برضو مع الخبرات والدراسات والارقام، انا ماي جاد فيلينج. يعني مين كمبيوتر كان مثلا يجي يقول لك ان تعالى كده اما ابل نزلت ايفون انها تاخد قرار تنزل قدام وحوش زي نوكيا مثلا؟ لا ده مش كمبيوتر، ده انتويشن، ده بتاع بني ادم فيجنري، راجل عنده اكسبشنال تالنتس وسكيلز. البني ادمين لازم يفضلوا موجودين. الشغل اللي هو الريبيتيتيف بقى تحت التهديد، اللي الكمبيوتر ينفع يعمله الوظائف دي غالبا مش هتبقى موجوده قريب، الحاجات اللي الكمبيوتر يعملها مش هتبقى موجوده قريبا. ليس من ضمنها مديرين الشركات ولا مديرين التسويق، يعني اخر مديرين هيقعدوهم في البيت، ودي حاجه تطمن يعني اللي عايزين يدرسوا تسويق.